على الأزهر. الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله لي نسمة طيبين وديها ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء بفضل ما تشاهدنا. الله ادعي لهم رب السماء وقولوا آمين. إن شاء الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا اليوم هو فضيلة الإمام الشيخ سليم بن فراج بن السيد سليم البشري، نسبة إلى محلة بشر إحدى قرى شبرا خيت بمحافظة البحيرة. ولد الإمام الشيخ إسماعيل سليم البشري عام 1248 هجرية الموافق لسنة 1832 ميلادية. وقد عاش يتيما حيث توفي والده وهو في سن 7 من عمره، وكفله أخوه الأكبر السيد عبد الهادي البشري. حفظ القرآن الكريم وجوده وهو في سن 9 من عمره، وكان ذلك في حضن خاله السيد بسيوني البشري أحد شيوخ ضريح السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. والتحق الشيخ سليم البشري بالأزهر، وكان مذهبه الفقه المالكي كحال أكثر سكان البحيرة. كان الإمام البشري يحضر الدروس على عدد من كبار الشيوخ مثل الشيخ الحناني، الشيخ عليش، الشيخ الباجوري. وكان شيخه الحناني يدرس لطلاب الدراسات العليا. فمرض الشيخ في نصف العام، ولما اشتد به المرض قال لطلبته: إني ذاهب وليست لي قدرة الآن على تحصيل العلم، وإني مستخلف عليكم لإتمام درسي أقدر الناس به. وأمسك بيد الشيخ سليم البشري وأجلسه في مجلسه فأتم الكتاب على غرار شيخه، وكان لازال يعني طالب. وكان له الشيخ البشري اهتمام عظيم بعلم الحديث. وبعد بضعة أعوام أعين الشيخ سليم البشري نقيبا وشيخا للسادة المالكية في الأزهر الشريف، وكان هذا المنصب من أكبر المناصب في ذلك العصر. وقع عليه الاختيار ليكون شيخا للأزهر، وقد اعتذر عن قبول المنصب لكبر سنه، لكن تحت الإلحاح الشديد قبل التعيين أن يكون شيخا للأزهر عام 1317 هجرية، يعني من حوالي 85 سنة تقريبا. وبعد 4 سنوات أمضاها في المنصب استقال حين لم يخضع لضغوط الحاكم آنذاك، فعين بدلا منه الشيخ علي الببلاوي. لكن بعد 4 سنين أعيد تعيين الشيخ سليم البشري مرة أخرى شيخا للأزهر عام 1327 هجرية، وظل شيخا للأزهر حتى عام 1335، أي إلى أن توفي رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ سليم البشري أحد أعضاء اللجنة التي باشرت الإصلاح للأزهر، سواء في إدخال العلوم الحديثة زي الرياضيات والهندسة وغيره، أو في رفع مستوى الأساتذة والطلاب والمدرسين في داخل الأزهر من حيث المرتبات. تقديرا لجهود الشيخ سليم البشري في نهوضه بالأزهر، منح نيشان المجيد الأول، كما منح الوشاح الأكبر من وسام النيل من الدولة العثمانية. من غرائب الشيخ سليم البشري أنه لم يقبض مرتبه ولو مرة واحدة في حياته،
كان ياخذ بضعة جنيهات يحطهم في جيبه ويوزعهم على الفقراء، وأحد أولاده أحد تلاميذه يقبض المرتب ويعني ينفقه عليه وعلى أهله. وكان الشيخ البشري يزور السادة المالكية أو تلاميذ الإمام مالك في مسجد في الجرافة بين الإمام الشافعي وبين السيدة نفيسة في مسجد مسجد السادة المالكي. هذا المسجد يعني له أكثر من 1000 سنة، وبه قبور تلاميذ الإمام مالك ابن القاسم الإمام أشهب وغيرهم من تلاميذ الإمام مالك. والمسجد صلى فيه صلوات الخمس وتقام فيه صلاة الجمعة، لكن في جانب الأضرحة وفي جانب للصلاة. كان الشيخ سليم البشري يزور هؤلاء العلماء كل أسبوع يوم جمعة، وقبل وفاته بأسبوع الجمعة السابقة لوفاته يذهب إلى المسجد ويعني يخلع عمته ويخلع جبته وينام في مقابلة هؤلاء العلماء، ثم يقول: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب، ويعلم الله أني أحبكم وأريد أن أحشر معكم. ثم يقوم من نومته ويلبس عمته وجبته ويخرج ويعود إلى بيته. مرض خلال الأسبوع، وقبيل وفاته حالة الاحتضار يقول: اذهبوا بجثماني وجنازتي إلى مسجد السادة المالكي، فإن قبلوا أن يدفنوني معهم هناك يدفنوني معهم، فإن لم يقبلوا فادفنوني في المكان الذي تختارونه. في الجمعة التالية على طول يذهب الشيخ يذهب الناس بجنازة الشيخ إلى المسجد، ويسألون القائمين على المسجد فيسمحوا لهم بدفنه هناك، ودفن مع السادة المالكية الذين كان يزورهم ويحبهم. حضرتك لما أنت تزور مسجد السادة المالكية هتجد أئمة المالكية أو تلاميذ الإمام مالك في جهة، والشيخ سليم البشري مع الشيخ عليش في جهة أخرى، الشيخ حمزة عليش. الشيخ كان له يعني شهرة عظيمة في علم الحديث، وأيضا شهرة في كل العلوم، ولذلك شاعر النيل حافظ إبراهيم رساه بقصيدة طويلة أنا اختصر منها كم بيت كده بسيط. يقول حافظ إبراهيم: أيدري المسلمون بمن أصيبوا، وقد واروا سليما في التراب، وركن الحديث فأي قطب للطلاب الحقيقة والصواب، فما في الناطقين فم يوفي عزاء الدين في هذا المصاب. قضى الشيخ المحدث وهو يملي على طلابه فصل الخطاب، ولم تنقص له 90 عاما، يعني عاش 90 سنة الشيخ، ولم تنقص له 90 عزما ولا صدته عن درك الطلاب. يعني معناها أن الشيخ حتى في سن 90 الذي وصل إليها ما انقطع لا من درسه في الحديث ولا من درسه في الفقه ولا من تحصيله العلم. رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفينا. الله الله يا رحينا على مسلمين، يبعد سلام في كلمتين يا أهل الله، واشتغل نسوى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بفرعون ما تشاد